هذه السدرة عاد لها 3 أسابيع ما أعطيتها ماي. قلت بعمل تجربة، شجرة واحدة بشوف هل يجي فيها دود ولا ما شيء. قلنا بنجرب. فهذا الماي، كثرة الماي وهو ثامر السدر، معرض أن ذباب الفاكهة أو الدود يجي في الثمار. فما شاء الله تبارك الرحمن، شكله أموره طيبة، ما في يعني حشرات ولا شيء. مثلا هذا جاهز، هذا جاهز، شوفه من داخل ما في دود ما شاء الله. فزين انكم تقلل شوية من الري، لانه كثرة الري يعني يسهل الحشرات انها تروح فيه. يعني الشجرة الحين خلاص مهتمة في الثمار، ما مهتمة تحت، وبعدين القشرة بتكون صلبة شوية. تشاو تشاو.